أركان الإيمان كم؟ من يقول ستة؟ يلا بسم الله. ستة يقول أركان الإيمان. الأول أن تؤمن بالله، والثاني أن تؤمن بالملائكة عليهم السلام، أن تؤمن بجميع الكتب منزلة من السماء التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الرسل عليهم الصلاة والسلام. الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت. الإيمان بالقضاء والقدر. أركان الإيمان ستة. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقضاء والقدر. هذه أركان الإيمان الستة.